والد حذيفة عندما جاء به حذيفة وكان يعني طاعنا في السن رضي الله تعالى عنه جميعا وعن الصحابة جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلاطفه، كبير في السن طاعن في السن، ها، فقال: يا فلان كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 في الأرض و1 في السماء. ما شاء الله، كم يعبد؟ 7 في الأرض و1 وين؟ في السماء. قال: من الذي ترجو لضرك ونفعك؟ قال: الذي في السماء، ما يحتاج. فالمشركون كما ذكر الله عز وجل عنهم، ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماء، الجواب: الذي في السماء. ما يمكن، وإياك أن تظن يعني هذه الجهالة أو سوء الظن في العرب. صحيح عرب وجاهلية وشر وعبادة غير الله، لكن عندهم عقل يا شيخ، كان عندهم عقل. ما يعقل أبدا أن يصنعون صنما بأيديهم ثم يعتقدون أن الذي صنعوه بأيديهم هو الذي خلقهم وأوجدهم ويرزقهم. لا، ولكن كما ذكر الله عز وجل قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا نتوسل بها، هذه اللي يسمونها التوسل الآن، ها، يتوسلون بالذوات على أنها أسماء لرجال صالحين، أو يعني صفات لرجال صالحين بهم يستشفعون ويتوسلون إلى الله، يسألون الله عز عن طريق هؤلاء، ويقولون أن هذا أحرى بالإجابة. إذا سألت أنت بينك وبين ربك وأنت توك شارب الخمر، لا، وين الجواب؟ لكن نسأل عن طريق هؤلاء، نستشفع بهم إلى الله عز وجل في سؤالنا وطلبنا وحاجاتنا وغيرها، وهؤلاء لهم حظوة عند الله عز وجل، فأحرى أن يجيب الله سبحانه وتعالى إيش دعاءنا وطلبنا فقط، هكذا. ولا ما كانوا يعتقدون والله أن الأصنام خلقتهم أو ترزقهم، أبداً أبداً. إياك أن تظن هذا يا عبد الله. نعم،